وللحديث مشاهدين أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة آمنة بوشقر، مشرف مركز حماية المستهلك في إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة. أهلا بك في نشرة الأخبار أستاذة آمنة، لو تحدثينا أكثر عن الخدمات المقدمة من قبل مركز حماية المستهلك. مرحبا. يضمن مركز حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة العديد من الخدمات التي تلقاها المستفيدين من إدارة حماية المستهلك، ومن أهم تلك الخدمات خدمة دعم للطحين المقدمة للمخابز الشعبية والآلية، وخدمة استلام شكاوي المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وخدمة استصدار تراخيص الحملات والعروض الترويجية والتخفيضات. وجميع تلك الخدمات يتم تقديمها من خلال المركز بصورة ذكية ومبتكرة وعمل متطور ومثالي. نعم أستاذة آمنة، وماذا عن المبادرات التي سوف يتم تفعيلها في مركز حماية المستهلك، وأيضا ما هي أهم أهدافها؟ صاحب افتتاح المركز حماية المستهلك بالوزارة مبادرات عديدة، من أهمها بأن مركز حماية المستهلك عنده الإمكانات لاستقبال ذوي الهمم وبعض أطياف الإعاقات الذهنية إلى جانب الصم والبكم. والمبادرة الأخرى هي مبادرة إمكانية المركز للتعامل بعدة لغات، من أهمها اللغة العربية والإنجليزية والهندية والأوردو والتركية والفارسية. والهدف هو الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع البحريني من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء المركز وتفعيل المبادرات هو من حرص الوزارة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية اللي تم تحديدها في خططها التنفيذية الوطنية وبرامج عمل الحكومة لوزارة الصناعة والتجارة. نعم. آمنة بوشقر، مشرف مركز حماية المستهلك في إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك.